L'avenir se construit comme une famille qui grandit, une ville qui se développe, une entreprise qui réussit. L'avenir se construit dès aujourd'hui avec le groupe Mfadl. اللاعب اللي يصلح يكون في التشكيله الوطنيه هو اللاعب الكعبي. كيستاهل، عنده قدرات تبارك الله. الدري كيلعب شويه وكما كنشوفوا هو تقريبا اللي ماركا كاع الاهداف ديال البطوله، يعني يستاهل يكون في التشكيله الوطنيه. اللاعب اللي كيبان لي انا غي كيستحق انه يلتحق بالنخبه الوطنيه ايوب كعبي. افا سونتر مزيان، التحركات ديالو، وكن نزيد عاوتاني جوج لعابه اخرين، بانون والحداد. هاد ثلاثه اللعابه كيستحقوا انهم يلتحقوا بالنخبه الوطنيه ان شاء الله. عندهم مميزات كبيره، اللعابه كاملين داروا واحد المجهود كبير، ولكن الثلاثه انا بالنسبه لي هما اللي تالقوا. الصراحه كاينين بزاف لاعبين، ولكن اللاعب اللي يقدر يفرض راسه مع النخبه الوطنيه هو ايوب الكعبي. بين على المستوى ديال اللاعب المغربي الصراحه يستحق المناداه على المنتخب الاول. لا انا تنظن الكعبي لاعب مزيان، بان صراحه انا هذا هو اللي كاين. الكعبي راس الحربه اول، حنا ما عندناش بعدا كاين في المنتخب الوطني الاول ما عندناش راس الحربه مزيان. نتمنوا من الله يكون الكعبي هذا الشيء اللي كاين. الكعبي بان لي انا في مستوى صراحه. جبيره وبانون وليامع، دوك الديفونس هما كلشي. هادوك بزاف، هادوك خاصهم يحاربوا وخرجوا على البلاد. اللاعب اللي يستاهل يكون في المنتخب ديال الكبير هو يعني الرائد ديالي هو اليامق، لان عطى واحد الجهد كثير. سيرتو راك ماشي ساهله تمركي واحد تسعد الاهداف في لاكوب كامله، يعني هذاك هو الجول اللي يستحق. انا الرائد ديالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الشان داز في اجواء جد عاليه، لا من الناحيه الجماهيريه لا من ناحيه اللاعبين المنتخب الوطني. طاتلو على باش يجيبوا التيس، وانا تندور اي حاجه تجي المغرب ما تدخلش. جات لافريت وطات في المغرب، جات المنتخب طاو في لافريت، وانا عجبوني جوج لعابه اللي كانوا لعابه ممتازين. ايوب التعبي اللي ظهر بشكل جيد والحافظي. تنتمنى من سيرونال، عندي جوج ماتشات وديه في شهر ثلاثه، تنتمنى يعيط على اربعه اللاعبين ولا خمسه من المنتخب. لا الحافظي لا التعبي لا اللاعبين ولا الزنيتي، حتى الزنيتي كان له دور كبير. وان شاء الله انا تنتمنى التعبي يمشي معاهم حتى لكاس العالم روسيا 2018. حدراف فراجو والكعبي من بركان، هاد اللاعب هما متعلقوا في كاس افريقيا المحليين. هاد اللاعب كنظن هما اللي يستحقوا الرسمي في المنتخب الاول. كاينين بزاف ديال اللعابه اللي بينوا على القدرات ديالهم في هاد الشان، منهم ايوب كعبي، منهم زكريا حدراف، منهم وليد الكرتي، اسماعيل الحداد. هادو كاع لعابه يقدروا يحملوا القميص الاول ديال الفريق الوطني. فادل جروب، لو ميور ايت ا كونستروير.